بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، ووفقنا لطاعتك ومرضاتك والفقه في الدين. وبعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل قد ذكرت فيما تقدم من القواعد، أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، فيستسلم لله وحده لا شريك له، ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه، كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وله ضدان الكبر والشرك. ولهذا روي أن نوحا عليه الصلاة والسلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله، ونهاهم عن الكبر والشرك في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع. فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له، بل يكون له فيه شرك. ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص. وقد علم أن الرسل جميعا بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك، كما قال جل وعلا: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فقال موسى صلى الله عليه وسلم: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقال الخليل صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أيضا وصى بها بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف صلى الله عليه وسلم: توفني مسلما. ونظائره كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذه الفصول الثلاثة تتمة في مسائل الإيمان ذكر في مجلد السابع الجزء السابع من مجموع الفتاوى، وبها يتم الجزء السابع الذي هو كتاب الإيمان. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل قد ذكرت فيما تقدم من القواعد، أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو أن يسلم العبد لله ربه فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما له. يعني يقول رحمه الله: قد ذكرت فيما تقدم من القواعد أن الإسلام الذي هو دين الله في الأرض والسماء ولا يقبل الله من أحد دين سواه، دين الإسلام هو دين الله في الأرض وفي السماء، وهو دين الأنبياء جميعا، هو دين آدم ودين نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هو دين الأنبياء جميعا. الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لعباده، ولا يقبل الله من أحد دين سواه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو توحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه. هذا هو الإسلام، توحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه. فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، وهكذا حتى بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم. فصار الإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة. فالإسلام له معنى، الإسلام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا، هو توحيد الله وطاعة كل نبي فيما جاء به من الشريعة. والإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله وما جاء به محمد من الشريعة الخاتمة عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسلام الذي هو دين الله هو الذي ينزل به الكتب، الكتب كلها نزلت في الإسلام،
كلها نزلت أنزلها الله، الكتب التي أنزلها الله والرسل التي أرسلها الله كلهم بالإسلام، الرسل بعثوا بالإسلام والكتب نزلت بالإسلام. ما هو هذا الإسلام؟ الإسلام يجمع شيئين، الشيء الأول أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له، يستسلم يعني ينقاد، ينقاد لله، ينقاد لشرع الله ودينه، ينقاد لله ولرسله، يستسلم فينقاد، ما يكون مستكبر. فالذي لا يستسلم وينقاد يكون ضدها الكبر. فإبليس غير مستسلم، فرعون غير مستسلم، غير منقاد، فيكون كفره الكبر، هذا ضده الكبر. إذن الأمر الأول الإسلام يجمع أمرين، الأمر الأول الاستسلام والانقياد لله، وهذا ضده الكبر. فالكابر المتكبر كافر، إبليس وفرعون واليهود كلهم ما لم يستسلموا لله وإنما تكبروا، فكفرهم بالكبر. الثاني الأمر الثاني أن يكون سالما لله، بحيث يكون متألها لله يعني متعبدا لله لا يعبد إلا الله، فإن كان يعبد الله ويعبد غيره صار مشركا. إذا يكون سالما لله، فإن لم يكن سالما لله صار يتأله لله ويتأله لغيره، يعبد الله ويعبد غيره كالمشركين، فيكون مشركا، وهذا ضد الشرك. إذا الإسلام لا بد فيه من أمرين، الاستسلام وهو الانقياد لله ولرسوله والقبول، والثاني أن يكون سالما لله متألها له لا لغيره، فلا يكون فيه شرك لغير الله، لا بد من هذه الأمر. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالموحد متأله لله متعبد لله لا يعبد إلا الله لا يعبد معه غيره، وهو منقاد مستسلم لله. المؤمن الموحد مستسلم لله منقاد لله، منقاد لشرعه ودينه، وهو متأله لله لا لغيره، فهو يعبد الله لا يعبد غيره. هذا ما أقوله ألف، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له. هذا الأمر الأول، الانقياد والاستسلام والقبول. فالمشركون والكفار واليهود وإبليس وفرعون كلهم أخلوا بهذا الأصل، لم يستسلموا لله ولم ينقادوا لله ولا للشرع ولا لدينه. والثاني أن يكون سالما لله، بحيث يكون متألها له يعني متعبدا غير متأله لما سواه، هذا يأخذ المشركين الذين عبدوا الله وعبدوا معه غيره. كما بين هذا الأمرين يقول الملك كما بينت أفضل الكلام ورأس الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. هذا ما قال المؤلف، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له. والثاني وأن يكون سالما له، بحيث يكون متألها متعبدا، بحيث يكون متألها لا غير متألها لما سواه، كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. بينت هذا شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فالموحد مستسلم لله منقاد لشرعه ودينه، وهو متأله لله لا لغيره، وله ضدان، الإسلام له ضدان، الكبر والشرك. فالكبر ضد الاستسلام، فالذي لا يستسلم لله هذا مستسلم، والشرك ضد المتأله لله، فالذي يتأله لله ويتأله لغيره مشرك. إذن له ضدان، الإسلام له ضدان، الكبر والشرك. فمن سلم الكبر وسلم الشرك فهو موحد. فالناس تقسم، الناس طبقات فتقسم، متكبر ومشرك وموحد. فالمتكبر هو الذي لا يقبل شرع الله، لا ينقاد الله ولا شرع ولا دين، مستكبر لا يعبد الله، عنده أنف كبر، مثل إبليس وفرعون واليهود وأبو طالب وغيرهم من الكفار. والثاني المشرك الذي يعبد الله ويعبد غيره، مثل المشركين في زمن النبي يعبدون الأصنام، يعبد الله ويعبد الأصنام، ومنهم يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم يعبد الملائكة ويعبد الله. والثالث الموحد الذي سلم من الأمرين، سلم من الشرك وسلم من الكبر، فهو وحد الله يعبد الله ولا يعبد معه غيره، وهو أيضا غير متكبر بل هو منقاد لشرع الله ودينه، مستسلم خاضع ذليل محب لله ولرسوله ولكتابه ولدينه. يقول المؤلف ولهذا روي أن نوح عليه الصلاة والسلام أمر نبيه بلا إله إلا الله، أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله، ونهاهم عن الكبر والشرك. ذكر
في الحاشيه ان هذا رواه البخاري، رواه البخاري في الادب المفرد واحمد والحاكم، فقال صحيح الاسناد ووافقه الذهب. قال في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع. قال المؤلف رحمه الله: فان المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما لله لكبره. هذا المستكبر لا يعبد الله فلا يكون مستسلما لله، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا بالله فلا يكون سالما بل يكون له في شرك. قال المؤلف رحمه الله: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والسلام، يتضمن الأمرين. لفظ الإسلام يستسلم الاستسلام، هذا هو الانقياد لله ولسلامه ولله، والسلامة التي السلامة من الشرك وهي الإخلاص. فلفظ الإسلام يتناول الأمرين، يتضمن الاستسلام هذا فيه السلامة من الكبر، ويتضمن السلامة هذا فيه السلامة من الشرك التي هي الإخلاص. قال المؤلف: وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام. الرسل كلهم بعثوا بالإسلام العام، ونبينا بعث بالإسلام الخاص. ما الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص؟ الأنبياء بعثوا بالإسلام العام. الإسلام العام هو توحيد الله وطاعة كل نبي فيما جاء به من الشريعة، هذا الإسلام العام. كل الأنبياء بعثهم الله بالتوحيد والنهي عن الشرك. ثم الشرائع تختلف، كل نبي له شريعة أوامر ونواهي. أما الإسلام الخاص فهو توحيد الله وما جاء به محمد من الشريعة الخاتمة كتاب السنة. فالإسلام الخاص هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام العام هو دين الأنبياء جميعا، هو توحيد الله التوحيد، كل الأنبياء بعثوا بالتوحيد، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد وبالشريعة الخاتمة. وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك. استدل المؤلف على أن الإسلام دين الأنبياء جميعا كما قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. النبيون الذين يحكموا بالتوراة، النبيون الذين أسلموا وصفهم بالإسلام. وقال موسى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذا دين موسى الإسلام. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله وجهه عند ربه. بلى من أسلم وجهه أن يخلص العمل لله وهو محسن، يعني أدى العمل موافقا للشريعة. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال له رب أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. إذا دين الخليل الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أيضا وصى بها بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا الإسلام دين إبراهيم وبنيه ويعقوب. وقال يوسف: توفني مسلما. الإسلام دين يوسف عليه. وهكذا هو دين الأنبياء جميعا. قال المؤلف: نظائره كثيرة. نعم. وعلم أن إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، هو إمام الحنفاء المسلمين بعده كما جعله أمة وإماما، وجاءت الرسل من ذريته بذلك، فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه مما خرج بهم عن دين الله الذي أمروا به وهو الإسلام العام. ولهذا أمرنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه، فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك، والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر. وقد بين الله ذلك في كتابه جل وعلا فقال في اليهود: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وهذا هو أصل الإسلام إلى قوله جل وعلا: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام هو إنكار لذلك عليهم وذم لهم عليه، وإنما يذمون على ما فعلوه. فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، فيقتلون فريقا من الأنبياء ويكذبون فريقا. وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس. ففي صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذات؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. نعم. مؤلف رحمه الله يقول: إن إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده، كما جعله أمة وإماما، وجاء في الرسل من ذريته بذلك، كما قال الله تعالى في كتاب العظيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أمة يعني إمام وقدوة ومعلم للناس الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أوصاف عظيم: أمة، إمام، قانتا مديما للطاعة، لطاعة ربه، أمة قانتا لله، قانتا لله لا لنفسه ولا لهواه، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، يعني خالص، ليس فيه شيء من الشرك، بل هو خالص لله. ولهذا جعله الله إماما وأمر نبينا بالاقتداء به، قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وجاءت الرسل من ذريته بذلك، وكل الرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من ذريته، وكل الكتب التي أنزلت من السماء كلها أنزلت على الأنبياء من ذريته، كما قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب إبراهيم. وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله ابنين، أحدهما إسماعيل من هاجر، من مارية، مارية القبطية، أمه مارية القبطية التي أهدها له المقوقس، فأنجبت إسماعيل، وإسماعيل هو الأبو الثاني ومن ذرية العرب كلهم. وأما الثاني هو إسحاق، رزقه الله إسحاق من سارة ابنة عمه، وكانت عقيمة لا تلد، ثم بعد ذلك رزقها الله الولد بعد الكبر وبعد العمر. ولهذا لما بشرت الملائكة بالولد صكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، كيف يأتي الولد عقيم في وقت شبابها، لا يولد لها. ثم لما صارت عجوز كيف يأتي الولد؟ قال الله تعالى، قالت الملائكة: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فإسماعيل من ذريته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق من ذريته جميعا بيا بني إسرائيل، لأن إسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، بنو إسرائيل كلهم من ذرية يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف. ولهذا في الحديث الكريم: ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أربعة أنبياء على نسق. يوسف نبي، وأبوه يعقوب نبي، وجده إسحاق نبي، وجده إبراهيم نبي، أربعة أنبياء على نسق. فإسماعيل وإسحاق أخوان نبيان كريمان. فإسماعيل من ذريته العرب، ويعقوب من ذريته بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل هدى النصارى، فهم أبناء العم، وهو العرب هم أبناء العم، العرب وبنو إسرائيل هم أبناء العم. فكل نبي بعثه الله فهو من ذرية إبراهيم، إسماعيل ومحمد من ذريته، ويعقوب هو إسرائيل من ذريته جميعا بأبناء إسرائيل، موسى وكذلك الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى الذين يحكمون بالتوراة، داود وسليمان وزكريا ويها، حتى ختمهم الله بعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، كلهم من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وأما إسماعيل فمن ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إبراهيم جعله الله إماما، وهو إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، جعله الله إماما، وجاءت الرسل من ذريته بذلك، بعثه الله بالحنيفية، فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه وخرجوا به عن دين الله، ابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه مما خرجوا به عن دين الله الذي أمروا به هو الإسلام العام. فاليهود والنصارى خرجوا عن الإسلام العام، عن توحيد الله، أشركوا بالله. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: لهذا أمرنا أن نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الدعاء أنفع دعاء وأجمع دعاء، أنفع دعاء وأجمع دعاء،
وأحوج دعاء هذا. حادث الناس إلى هذا الدعاء أعظم من حادثهم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حادثهم إلى النفس التي تردد بين جنبي الإنسان. لأن الإنسان إذا فقد الشراب، إذا فقد النفس أو الطعام والشراب مات الجسم، والموت لا بد منه إن عادل أو آثم. ولا يضر الإنسان يموت إذا كان مستقيم على طاعة الله، ما يضر، الموت لا بد منه. لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار. فتبين بهذا أن حاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. ولما كانت حاجة الناس إلى هذا أوجب الله على كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء في الفاتحة في كل ركعة ركعتها في اليوم والليلة 17 مرة، 17 مرة في الفرائض غير النوافل. اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا وأرشدنا يا الله ودلنا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر ثلاث فرق، ثلاث طوائف. الطائفة المنعم عليها وهم على الصراط المستقيم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، والطائفة الثانية المغضوب عليهم الذين معهم علم ولكن لم يعملوا به، عندهم علم لكن بدون عمل، هذا المغضوب عليهم، وهم اليهود وأشباههم، ويقال لهم غاوون، يقال لهم الأمة الغضبية. فالذي لا يعمل بعلمه مغضوب عليه وهو غاوون. والطائفة الثانية النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال، ما عندهم، عندهم عمل لكن على غير علم، فهم ثلاث طوائف. فأنت تسأل الله أن يهديك طريق المنعم عليهم وهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، وتسأل الله أن يجنبك طريق الغاوين المغضوب عليهم الذين معهم علم ولم يعملوا به، وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين الذين يعبدون الله على جهل وضلال. قال المؤلف: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام، يعني اليهود والنصارى خرج، وغلب عليها أحد الدين. كل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد الدين. فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك، يغلب عليهم الكبر فلا يعملون بعلمهم فهم مغضوب عليهم، والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر فيغلب عليهم الجهل. قالوا: قد بين الله في كتابه. فقال في اليهود: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وهذا هو أصل الإسلام، إلى قوله: وآتنا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما، هذا استفهام، أفكلما. فالمؤلف هذا اللفظ لفظ هو لفظ الاستفهام، يقول أفكلما، وهو إنكار لذلك عليه، أنكر الله على اليهود وذم لهم، وإنما يذمون على ما فعلوا. فعلم أنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، فيقتلون فريقا من الأنبياء ويكذبون فريقا. اليهود يعني قتلوا بعض الأنبياء مثل زكريا ويحيى، قتلوا أنبياء كثيرين وكذبوا كثيرين، ولهذا قال: ففريقا كذبوا وفريقا تقتلون. وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل، الذي لا يقبل ما لا يهوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه بطل الحق وغمط الناس. بطل الحق يعني رد الحق، الذي يرد الحق ولا يقبله هذا المتكبر، وغمط الناس يعني احتقارهم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من كان عنده شيء من الإيمان هو الذي يسلم من الشرك الأكبر والأصغر، الذي يسلم من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، هذا يبقى معه شيء من الإيمان، ولهذا لا يخلد في النار، وإذا دخلها دخل على المعاصي ثم يأخذ منها. والمعاصي ولو كثرت ولو عظمت ما تقضي على الإيمان، بل لا بد يبقى شيء من الإيمان ولو مثقال ذرة، فلا يخلد فيها. فإذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر والنفاق الأكبر قضى على الإيمان، فلا يبقى منه شيء ولا مثقال ذرة، فيخلد في النار. لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يدخلها دخول خلود إن كان معه معاصي، وإلا فقد يدخلها إن كان معه معاصي، وإذا كان معه معاصي فإنه يدخلها، لكن لا يدخلها دخول الكفار الذين يخلدون. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا فيه الوعيد الشديد. من كان عنده كبر هذا عليه الوعيد الشديد، إن كان الكبر كبر على التوحيد فهذا يخلد في النار، وإن كان كبر عما دون التوحيد فهذا عليه الوعيد الشديد وهو من الكبائر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذات؟ فقال: لا،
إن الله جميل وحب الجمال في جميل. هذا فيه أن من أسماء الله جميل، يعني الله رسول أطلق على ربنا إن الله جميل، من أسماء الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبرى بطر الحق، أنا رب الحق وغمط الناس. قال المؤلف: وبطر الحق جحده ودمه، وغمط الناس احتقارهم وزرعهم. فتبين أن الدعاء أعظم دعاء وأنفع دعاء وأجمع دعاء هو الدعاء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء عظيم، أنفع دعاء وأفضل دعاء وأجمع دعاء، وحاجة العبد إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس الذي يتردد من جنبه، وهو دعاء عظيم. ومن رحمة الله بعباده أن أوجبه على كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء في كل ركعة من ركعات الصلاة لعظم نفعه وفائدته وشدة حاجة الإنسان وضرورته إليه. نعم. وكذلك ذكر الله الكبر في قوله جل وعلا بعد أن قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، إلى أن قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وهو الغاوي، كما قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الآية. وهذا مثل علماء السوء. هذا مثل طبعا مثلهم. نعم. وهذا مثل لأن الله قال واتل عليهم نبأ الذي، مثل أحسن. نعم. مثل أحسن. نعم. وهذا مثل علماء السوء. وقد قال لما رجع موسى عليه الصلاة والسلام إليهم: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا يفهمون، لما تركوا العمل بما علموه استكبارا واتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم. فإن العلم حرب للمتعالي، كما أن السيل حرب للمكان العالي. والذين يرهبون ربهم عملوا بما علموه فآتاهم الله علما ورحمة، إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ولهذا لما وصف الله النصارى بقوله جل وعلا: بأن منهم قسيسين ورهبانا، والرهبان من الرهبنة، وأنهم لا يستكبرون، كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين آمنوا، كما قال جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر كانوا أقرب إلى الهدى. فقال في حق المسلمين منهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وهم الأمة الشهداء، فإن النصارى لهم قصد وعبادة وليس لهم علم وشهادة. ولهذا فإن اليهود شر منهم، بأنهم أكثر كبرا وأقل رهبة وأعظم قسوة، وإن النصارى شر منهم، بأنهم أعظم ضلالا وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله. وقد وصفهم الله جل وعلا بالشرك الذي ابتدعوه، كما وصف اليهود بالكبر الذي هووه، فقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى:
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى قوله جل وعلا أن اعبدوا الله ربي وربكم الآية. المؤلف رحمه الله يبين أن الكبر والضلال كل منهما انحراف، فالكفر المتكبر فيه انحراف، انحراف عن الانقياد عن شرع الله ودينه، فهو لا يقبل. وهذا الوصف أخص باليهود، والشرك والضلال والجهل هذا أيضا داء اتصف به النصارى، فهم عندهم ضلال وجهل وشرك. فاليهود أخصوا بداء الكبر، فلهذا تجدهم غاوون، يصفون بأنهم غاوون ولا يعملون بشرع الله، ويقابلون كلام الله وكلام رسله بالكبر، ويقتلون أنبياء الله ولا يقبلون شرع الله ودينه. والنصارى عندهم يغلب عليهم الجهل والضلال والشرك، فتجدهم يعملون ولكن على جهل وضلال، عندهم عمل ولكن عندهم انحراف وضلال وشرك، فهما داءان، من سلم منهما سلم، داء الضلال وداء الغواية. فداء الغواية يقال صاحبه يقال له غاوي، من الغاوي غاوي، لأنه لا يقبل الحق فلا ينقاد له فهو غاوي. والثاني داء الضلال الجاهل، داء الجهل، فهو عنده جهل يغلب عليه الجهل، فهو يعمل لكن على جهل وضلال. وقد برأ الله نبيه الكريم من هذين الداعين، داء الضلالة وداء الغواية. والذي يسلم من هذين الداعين وقاله راشد، راشد، فالنفس أكثر غاوي وراشد وضال. والله تعالى بيّن أن برأ نبيه من هذين الداعين، داء الضلال وداء الغواية، فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم محمد ليس ضالا ولا غوى، ليس ضالا مثل النصارى ولا غاوي مثل اليهود، ولكنه بار الراشد عليه الصلاة والسلام. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال المؤلف رحمه الله وكذلك ذكر الله الكبر، يعني اليهود، في وصف اليهود في قوله بعد أن قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء، إلى أن قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. هذا وصف اليهود، قال سأصرف عن آياتي يعاقبون، عاقبهم الله بأن صرف عنهم آياته، سأصرف عن آياتي سبب ذلك الكبر، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها سبب الكبر، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. قال الله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال المؤلف هذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وهو الغاوي، كما قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. هذا غاوي، هو رجل بني إسرائيل، قال له بالعام آتاه الله الآيات فانسلخ منها فكان غاويا. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه. ثم ضرب له مثل السيء فقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهو في جميع الحالات الكلب يلهث، إن حمل عليه يلهث وإن ترك يلهث. فهذا فقال المؤلف وهذا مثل علماء السوء، هذا مثل علماء السوء، ضرب لهم المثل بهذا. وقد قال تعالى لما رجع موسى إليهم إلى بني إسرائيل ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم، الراهب خلاف المتكبر، كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الذي خاف مقام ربه هو الراهب، نهى النفس عن الهوى ما يتبع الهوى، بخلاف المتكبر فإنه يتبع الهوى.
قال فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله، سأصرف عن آيات الذين لا تتبرون مصروفون عن آيات الله بسبب كبرهم، لا يعلمون ولا يفهمون، لما تركوا العمل بما عملوه استكبارا واتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم. فإن العلم حرب للمتعالي، كما أن السيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للمتكبر، المتكبر ما ينال العلم، المتكبر ما ينال العلم. ولهذا قول البخاري في الصحيح قال باب لا ينال العلم مستحٍ ولا مستحٍ، باب لا ينال العلم، قال لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. المستحي يستحي، يستحي يسمع العلماء ويجلس ويحضر الدراسات، يحضر الدروس العلمية والحلقات، بعضنا يستحي لأنه كبير أو لأنه وزير أو لأنه مدير أو لأنه رئيس، يستحي يحضر الجلوس، يبقى في طول عمره جاهل، يبقى من لم يتجرع ذل العلم، يا من لم يعني يصبر على ذل العلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، هيبقى يبقى على تبقى على جهل طول حياته جهل. لا بد تواضع الإنسان، تواضع وعنده تواضع، يحضر الدروس ويزاحم ركبته ركبة أهل العلم ويسأل عما أشكل عليه، ما يتكبر. إذا كان متكبر ما يحصل على العلم. وكذلك المستحي اللي يستحي يبقى حياؤه، ما في حياء على العلم. أم سليم قالت إن الله لا يستحي من الحق، سألت فهل على المرأة الموصي إلهي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. العلم ما في حياء، ينبغي الإنسان أن يتعلم ويتفقه ويتبصر ويسأل عما أشكل عليه ويحضر الدروس العلمية ويسمع الندوات والمحاضرات في أي مكان، في الإذاعة أو في الشريط الإسلامي لأهل العلم والبصيرة، أو الدروس في المساجد، أو الدروس في المعاهد والكليات الشرعية، كل هذه الطرق وسائل من وسائل تعلم العلم. فلا المتكبر لا ينال العلم. ولهذا قال المؤلف فإن العلم حرب للمتعالي، المتعالي المتكبر العلم حرب، حرب بينه وبين العلم حرب، ما يجي كبر وعلم ما يحصل. العلم لا بد من التواضع، إذا كان متكبر ما ينال العلم، وإذا كان متواضع نال العلم. فإن العلم حرب للمتعالي، كما أن السيل حرب للمكان العالي. السيل حرب للمكان العالي، رأس الجبل ما يستقر فيه الماء، ينزل ما يمكن يستقر الماء. السيل حرب للمكان العالي، والعلم حرب للمتعالي. المتعالي المتكبر بينه وبين العلم حرب، ما يتفقان. كذلك السيل للمكان العالي ما يبقى، ما يستقر، ينزل للمكان المنخفض. والذي قال المؤلف والذين يرهبون ربهم عاملوا بما علموا، الذين يرهبون الله هم الذين يعملون بعلمهم، فآتاهم الله علما ورحمة. قال إذ من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. ولهذا وصف الله النصارى بأنهم قسيسين ورهبانا، والرهبان من الرحمة. قال وأنهم لا يستكبرون، كانوا بذلك يعني النصارى أقرب مودة إلى الذين آمنوا، فالنصارى أقرب إلى الحق من اليهود، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أشد الناس عداوة من اليهود والمشركين، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، عندهم رهبنة وليس عندهم كبر. فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر كانوا أقرب إلى الهدى. فقال الله في حق المسلمين، حق المسلمين النصارى، قال الله في حق المسلمين النصارى الذين أسلموا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يدعون الله يكتبهم مع الشاهدين. من هم الشاهدين؟ قال ابن عباس مع محمد وأمته، وهم أمة الشهداء. فإن النصارى لهم قصد بعبادة وليس لهم علم وشهادة، هذا في الغالب يعني. ولهذا فإن اليهود شر منهم من هذه الجهة، فإن اليهود شر منهم بأنهم أكثر كبرا وأقل رحمة. اليهود أكثر كبر وأقل رحمة من النصارى وأعظم قسوة. فإذا من جهة الكبر وقلة الرهبة وعظم القسوة فاليهود أشد من النصارى، ومن جهة الضلال والشرك فالنصارى أشد. ولهذا قال وإن النصارى شر منهم لأنهم أعظم ضلالا وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله. فاليهود شر من النصارى من جهة الكبر وقلة الرهبة وعظم القسوة، والنصارى شر من اليهود من جهة الضلال والشرك والبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله.
قال وقد وصف الله وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه، وصف الله النصارى بالشرك الذي ابتدعوه، كما وصف اليهود بالكبر الذي هووا. فقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس اتخذوني أمة إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، إلى قوله أن اعبدوا الله ربي وربكم. نعم. وقد ذكر الله قولهم إن الله هو المسيح، إن الله هو المسيح ابن مريم، وإن الله ثالث ثلاثة، وقولهم اتخذ الله ولدا في مواضع من كتابه، وبين عظيم فريتهم وشكرهم لله جل وعلا وقولهم الإد الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ولهذا يدعوهم في غير موضع إلى أن لا يعبدوا إلا إلها واحدا كقوله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلى قوله جل وعلا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، إلى قوله جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وهذا لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم يصيرون هم مشركون، ويصير الذي أشركوا به من الإنس والجن مستكبرا، كما قال جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم المشركون. وكذلك قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، إلى قوله جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة الآية. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به أو بغيره كما فعلوه. ولما كان أصل دين اليهود الكذب عاقبهم بالذلة، فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله أضلهم عنه، فعوقب كل من الأمتين على ما اجترمه بنقيض قصده. وما ربك بظلام للعبيد، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس بأرجلهم، وكما في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ما من أحد إلا في رأسه حتمة فإن تواضع قيل له انتعش نعشك الله، وإن رفع رأسه قيل له انتكس نكسك الله. فقال سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ولهذا استوجبوا الغضب والمقت، والنصارى لما دخلوا في البدع أضلهم عن سبيل الله، فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهم إنما ابتدعوها ليتقربوا بها إليه ويعبدوه، فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه وصاروا يعبدون غيره. فتدبر هذا، والله تعالى يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. المؤلف رحمه الله يقارن بين اليهود وبين النصارى ويقول أصل دين اليهود الكفر وأصل دين النصارى الشرك، ويذكر النصوص في هذا، والمقصود من هذا التحذير، المقصود من ذلك التحذير من الكبر ومن الشرك، التحذير من هذين الداعين
المقصود من النصوص وبيان النصوص وذكر حال اليهود وحال النصارى حتى نبتعد عن طريقته. الله تعالى في سورة البقرة قص على قصص اليهود من أول سورة البقرة كلها عن أخطاء ما حصل عن بني إسرائيل مع أنبيائهم ما يقارب من الجزء الأول كله في اليهود وأخبارهم وأحوالهم مع أنبيائهم يقارن بين اليهود وبين النصارى ويقول أصل دين اليهود الكبر وأصل دين النصارى الشرك ويذكر النصوص في هذا والمقصود من هذا التحذير المقصود من ذلك التحذير من الكبر ومن الشرك التحذير من هذين الدائين المقصود من النصوص وبيان النصوص وذكر حال اليهود وحال النصارى حتى نبتعد عن طريقتهم. الله تعالى في سورة البقرة قص على قصص اليهود من أول سورة البقرة كلها عن أخطاء ما حصل عن بني إسرائيل مع أنبيائهم ما يقارب من الجزء الأول كله في اليهود وأخبارهم وأحوالهم مع أنبيائهم المقصود من ذلك تحذيرنا نحن كما قال بعض الصحابة مضى القوم ولم يعن به سواه المقصود تحذيرنا لأن نفسك مسكهم فيصيبنا ما أصاب هذا المقصود المقصود من ذكر أفعال اليهود وأفعال النصارى ومع أنبيائهم المقصود تحذيرنا حتى نحذر فلا نسلك مسالك القوم حتى لا يصيبنا ما أصابهم. فالمؤلف رحمه الله أصل دين اليهود الكبر فلذلك عاقبه الله بالذلة وأصل دين النصارى الإشراك فلهذا عاقبهم الله في صدهم بإضلالهم عنه. فأصل دين النصارى الشرك ولذلك أخبر الله عنهم أنهم قالوا المسيح ابن الله وقالوا إن الله ثلاثة هذا الشرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ورد الله عليهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال الله وما من إله إلا إله واحد. ما هم الثلاثة؟ هم يقول الثلاثة الله ومريم وعيسى هذا الثلاثة تعالى الله عما يقول هذه الآلهة عندهم تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قال الله وما من إله إلا إله واحد ربنا عزيز وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلف من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ليأكل الطعام ما يصلح الدولة هي عيسى وأمه يأكلان الطعام يحتاج الإله ما يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء الإله لا يأكل ولا يشرب وعيسى وأمه يأكلان الطعام انظر كيف نبين هذا كذا ليأكل ويشرب ويبول ويتغوط هذا إله. ولهذا فإن المسيح الدجال في آخر الزمان لما يخرج يدعي أولا الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي ربه قال ربكم وهو أعور عين اليمنى مكتوب بين عينه كافر يعني في علامات كثيرة سنبههم منها أنه مكتوب بين عينه كافر ومنها أنه أعور عين اليمنى والله ليس بي أعور ومنها أنه راجل من بني آدم يأكل ويشرب ويبول ويتغوط هذا إله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت منه وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ليأكل الطعام ما يصلح الأهل للألوهية الإله كامل لا يحتاج إلى أحد. ولهذا قال سبحانه وهو عن نفسه وهو يطعم ولا يطعم يقول وقد ذكر الله قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة وقولهم اتخذ الله ولدا فيما وضع من كتابه وبين عظيم فريتهم وشتمهم لله يعني هذا القول بأن الله ولد هذا أمر عظيم وفرية عظيمة وشتم لله الشتم معناه الذم عام ومن قول الشجرة الملعونة في القرآن المذمومة فهم حينما جعلوا لله ولد شتموا الله في هذا وجعل الله قولهم الولد أمر عظيم وفرية عظيمة سماها العد والعد هو الأمر العظيم قال إن هذا الأمر العظيم الذي قالوه وقولهم إن لله ولد أمر عظيم تكاد السماوات تتفطر منها وتنشق الأرض وتتساقط الجبال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أمرا عظيما هائلا تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض
وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. كل ما في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة معبد مدلل مقهور مدين تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. المسيح وأمه وجميع الخلق كلهم لا يملكون شيئا كلهم يأتون يوم القيامة هكذا إن كل ما في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. كل ما في السماوات والأرض هو عبد لله ما في ولد لله ليس لله ولد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالألوهية والخلق والرزق والإماتة والبقاء والكمال وما عداه فهو عبد. كل ما في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة عبد لله المسيح وأمه وسائر الخلق. ولذلك قال وقولهم العد الذي تكاد السماوات وتفطم منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ولهذا يدعوهم في غير موضع إلى أن يعبدوا ألا يعبدوا إلا إلها واحدا كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إلى قوله ولا تقولوا ثلاثة لا تقولوا الآلهة ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد إلى قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون يعني ما لا يستنكف يعني ما يستكبر عن عبادته بل هو يعبد الله المسيح ما هو مستكبر ولا مستنكف. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال المؤلف وهذا لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم يصيرون هم مشركون ويصير الذين أشركوا به من الإنس والجن مستكبرا. هذا في الغالب إن الذي يعبد شيئا الذي يعبد شيئا يكون مشرك والذي يعبد يكون مستكبر يكون عنده أنفة إلا الأنبياء الذين عبدوا وهم الأنبياء والصالحون الذين لا يرضون كما قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لما عبد رجال من الإنس رجال من الجن زادوا شمخوا بأنوفهم وقالوا ملكنا الجن وسدنا الإنس فزادوهم رهقا. فأخبر الله أن عباده لا يستكبر عن عبادته وإن أشرك بهم المشركون. وكذلك قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله هو إلى قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن يشركوا به أو بغيره كما فعلوا. قال المؤلف ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة فضربت عليهم الذلة أينما فقهوا. ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله تعدد الطرق عندهم إلى الله أضلهم الله عنه فعوقب كل من الأمتين على ما اجترمته يعني على جريمتها في نقيض قصده هما ربك بظلام للعبيد. اليهود ذنبهم الكبر والكبر كما جاء في الحديث يقول يحشر جبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطعهم الناس بأرجلهم. لما تكبروا على الناس أذلهم الله فصاروا أذلة مثل الذر يطعون بالأقدام عقبوا من أقل غصهم. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي. وكما في الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفا ومرفوعا ما من أحد إلا في رأسه حكمة فإن تواضع قيل له انتعس نعسك الله وإن رفع رأسه قيل له انتكس نكسك الله. هذا ذكر الحاشي يقول إن ذكر الهيثمي قول عمر عن المنبر قريبا من هذا أيها الناس تواضعوا فإن في رسول الله يقول تواضع لله رفع وقال انت عش نعسك الله فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير ومن تكبر قصمه الله وقال اخسأ فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير. وقال سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا وعيد شديد للمتكبرين بسبب كبرهم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني أذلة أصاغرين. وقال تعالى نص متكبر بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا من مفازتهم. يقولون ولهذا المتكبر استوجب الغضب والمقت بسبب الكبر. والنصارى لما دخلوا في البدع أضلهم عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهم يعني النصارى إنما ابتدعوها ليتقربوا بها إلى الله ابتدعوا البدع ليتقربوا إليه لكن أبعدتهم عنه وهم إنما ابتدعوها ليتقربوا بها إليه ويعبدوه فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه وصاروا يعبدون غيره. فالمؤلف فتدبر هذا تدبر حال اليهود وما هم فيه من الكبر وتدبر حال النصارى وما هم فيه من الشرك والضلال
وابتعد عن هذين الطريقين، والله يهدينا صراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المؤلف دعا بهذا الدعاء، دعاء الدعاء الذي أمر الله به في الفاتحة، وهو أعظم دعاء وأنفع دعاء. وقد وصف بعض اليهود بالشرك في قوله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله، وفي قوله جل وعلا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ففي اليهود من عبد الأصنام وعبد البشر وذلك أن المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا، كما ذكر الله عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين، فقال مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. فقال جل وعلا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات الآية، وقال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد قال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فإن قيل كيف يكون قوم فرعون مشركين وقد أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق فقال وما رب العالمين، وقال جل وعلا ما علمت لكم من إله غيري، وقال جل وعلا أنا ربكم الأعلى، فقال عن قومه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإشراك لا يكون إلا من مقر بالله، وإلا فالجاحد له لم يشرك به. قيل لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى، وأما الذين كانوا في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله وهم مشركون به. ولهذا كان خطاب يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع كقوله تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقال تعالى ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، إلى قوله إن ربي بكيدهن عليم، وقال تعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، إلى قوله جل وعلا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فقد قال مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهذا يقتضي أن أولئك الذين بعث إليهم يوسف عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بالله، ولهذا كان إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون بخطاب يقتضي الإقرار بالصانع كقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، فقال لهم أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. وقال جل وعلا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فقالوا له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا
إن الله يجزي المتصدقين. وذلك أن فرعون الذي كان في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام أكرم أبويه وأهل بيته لما قدموا إكراما عظيما مع علمه بدينهم واستقراء أحوال الناس يدل على ذلك، فإن جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط، وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك، وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس، وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام، والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك. ولكن فرعون موسى استخف قومه فأطاعوه، وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين ما علمت لكم من إله غيري، ثم قال لهم بعد ذلك أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الأخيرة. وكان فرعون في الباطن عارفا بوجود الصانع، وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجوده، ولهذا قال له موسى صلى الله عليه وسلم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فلما أنكر الصانع وكانت له آلهة يعبدها بقي على عبادتها، ولم يصفه الله تعالى بالشرك، وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلهة أخرى، والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة ولا يعبد الله قط، فإنه يقول هذا العالم واجب الوجود بنفسه وبعض أجزائه مؤثر في بعض، ويقول إنما أنتفع بعبادة الكواكب والأصنام ونحو ذلك. ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون، وكنت أبين أنه مذهبهم وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون، حتى حدثني الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال نحن على قول فرعون. ولهذا يعظمون فرعون في كتبهم تعظيما كثيرا، فإنهم لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العالم، ولا أثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات، وإنما جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع. ولهذا جوزوا عبادة كل شيء، وقالوا من عبده فقد عبد الله، ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله، ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله، فما من شيء يعبد إلا وهو الله. وهذه الكائنات عندهم أجزاؤه أو صفاته كأجزاء الإنسان أو صفاته، فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقربهم إلى الله زلفا، لكن لأنها عندهم هي الله أو مجلى من مجاليه أو بعض من أبعاضه أو صفة من صفاته أو تعين من تعيناته. وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من المشركين، لكن فرعون لا يقول هي الله ولا تقربنا إلى الله، والمشركون يقولون هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله، وهؤلاء يقولون هي الله كما تقدم. وأولئك أكثر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه، وهؤلاء أوسع ضلالا من حيث جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله وأن العابد هو المعبود، وإنما قصدوا عبادة الله. نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا أن الكبر أوصل فرعون إلى إنكار وجود الله، وأن هذا شذوذ عن الطوائف البشرية. جميع الطوائف البشرية في جميع أصنافها، جميع طبقات المجموعة البشرية، كلهم يقرون بوجود الله إلا من شذ، ومن شذ منهم فرعون، ومنهم الدهرية الذين يقولون ما يهلك إلا الدهر، لا رب ولا معاد، بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، لا رب ولا معاد. وكذلك الطبائعيون، وكذلك ما يقول بالصدفة، هؤلاء أشد من المجموعة البشرية. وإلا فجميع فبني آدم فطرهم الله على إثبات وجود الله، لكن الشرك يقع منهم، لكن إثبات وجود الله هذا هو الذي فطر الله على جميع الخلق إلا من شد، ومنهم فرعون ومنهم الاتحادية والعياذ بالله. واليهود يقول ما وصفهم الله كما أنهم وصفوا بالكبر فقد وصفوا بالشرك أيضا، لأن المستكبر الذي لا يعبد الله لا بد أن يعبد الشيطان،
ليس هناك أحد يبقى ليس له معبود أبدا، ما في أحد في الأرض ما يعبد، فالذي لا يعبد الله يعبد الشيطان ولا بد. فالمستكبر المتحلل عن الديانة الذي لا يزعم أنه متحلل وأنه لا يدين بدين هو يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك. لا بد يكون آلهة، كل أحد لا بد له من آلهة، والذي وصف الله فرعون بأن له إله يعبده. فالمشركون فاليهود الذين وصفهم الله بالكبر كبروا عن عبادة الله، وصفوا أيضا بالشرك لأنهم يعبدون الشيطان الذي أمرهم بذلك ولأن لهم عبادة. ولهذا قال المؤلف وقد وصف، يعني وصف الله بعض اليهود بالشرك في قوله وقالت اليهود عزير من الله عزير ابن الله، إذن جعلوا عزير ابن لله هذا شرك. وقال قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، اشهدوا عبد الطاغوت. فوصف اليهود بأنها لهم معبودة يعبدونها من دون الله وإن كانوا متكبرين. ففي اليهود يقول مؤلف من عبد الأصنام، ففي اليهود من عبد الأصنام وعبد البشر، وذلك أن المستكبر عن الحق يبتلى بالانتهاء بالباطل كما سبق. اللي يستكبر عن عبادة الله يبتلى بعبادة الشيطان ولا بد، من لم يعبد الله عبد الشيطان. ليس هناك أحد ليس له معبود أبدا، كل إنسان له معبود، من لم يعبد الله عبد الشيطان. وذلك أن المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا، كما ذكر الله عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين. كان فرعون مع كونه مستكبر جاحد له إلى آلهة يعبدها. قال الله عن مؤمن آل فرعون ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعون لأكفر بالله وأشرك به، قال وأشرك به هذا الشعر، ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم من العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يدعون إلى الشرك. وقال لقد جاءت يوسف من قبل بالبينات. وقال يوسف الصديق يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الشاهد قول إلا أسماء سميتموها ما تعبدون من دونه أثبت لهم عليهم من دون الله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، إذن فرعون له آلهة يعبدها ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. يقول مالف. ثم أتى المؤلف بجواب اعتراض سؤال وجواب، قال فإن قيل كيف يكون قوم فرعون مشركين وقد أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق، فرعون جاحد كيف يكون مشركا، أخبر الله عنه جحد الخالق قوله وما رب العالمين، وقال ما علمت لكم إله غيري، وقال عن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال عن قومه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله، كيف هم جاحدون الآن وصفهم الله بالشرك، كيف وصفهم بالشرك معناها أنهم مقرون، والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله وإلا فالجاحد له لم يشرك به. قال المؤلف الجواب جحود الصانع ما ذكر إلا عن فرعون وموسى، وأما الفراعنة الذين قبله مقرون بالخالق الصانع الخالق، هذا من باب الخبر ليس من أسماء الله الصانع لكن باب الخبر، وقاعد عند أهل العلم من باب الخبر أوسع من باب التسمية. فكل من ملك مصر يسمى فرعون، كل من ملك مصر يسمى فرعون، كان الفراعنة السابقون يقرون بالله حتى جاء فرعون موسى وأنكر الخالق وقال للناس أنا ربكم الأعلى. فلهذا قيل لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى، وأما الذين كانوا في زمن يوسف يعني الفراعنة الذي في زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله وهم مشركون به، ولهذا كان خطاب يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع، فقال كقوله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يخاطب يوسف بها يدل على أنهم آمنوا بالله لكنهم يعبدون معه غيره. وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، وقال إن ربي بكيده عليم، وقال وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يوسف، هذا يدل على أنهم يقرون بوجود الله، وقال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقد قال آله مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعدي رسولا، أشهد أن يبعث الله بعدي رسولا، يخاطبهم بهذا وهم مؤمنون بالله. قال فهذا يقتضي أن أولئك الذين بعث إليهم يوسف كانوا يقرون بالله، وهم فرعون في زمن يوسف كان مقرا بالله، ولهذا يقول كان إخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف ويظنون
ويظنونه من آل فرعون بخطاب يقصد الإقرار بالصنع كقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قول تالله أثبت وجود الله يخاطبونه لأنه يقر بالصنع. وقال لهم يوسف أنتم شر مكان والله أعلم ما تصنعون. وقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا مثلا عند الشاهد معاذ الله أثبت وجود الله. وقالوا له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة النزاة فأوفي لنا الخير وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الشاهد أنه أثبت أنهم أثبتوا وجود الله فقالوا إن الله يجزي المتصدقين ليسوا جاحدين كفرعون موسى. قال المؤلف وذلك أن فرعون الذي كان في زمن يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما قدموا إكراما عظيما مع علمه بدينهم واستقرار أحوال الناس على ذلك لأنه مقر بوجود الله. قال المؤلف فإن جحود الصانع يعني جحود الخالق لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط وإنما كان دين كفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك. يعني الغالب على جميع الأمم ليس دينهم الكبر وإنما دينهم الإشراك. فالكفار الذين بعث إليهم الرسل مقرون بوجود الله وإذا هذا توحيد الربوبية تطري ولكن الغالب عليهم الشرك يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله. قال وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس وأولئك الذين يجحدون كان علماءهم من الفلاسفة الصابية المشركين الذين يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك. ولكن فرعون موسى استخف قومه فأطاعوه حينما قال ربكم الأعلى وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين ما علمت لكم من إله غير. ثم قال لهم بعد ذلك أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة الأولى نكال الكلمة الأولى وهي ما علمت لكم من إله غير ونكال الكلمة الآخرة وهو قوله أنا ربكم الأعلى. قال وكان فرعون في الباطن عارفا بوجود الصانع فرعون معترف بوجود الله وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجوده ولهذا قال له موسى لقد علمت العلم هذا معرفة القلب لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فلما أنكر الصانع وكانت له آلهة يعبدها بقي على عبادتها يعني فرعون كان له آلهة في السر يعبدها ولم يصفه الله بالشرك وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلهة أخرى. والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد الآلهة ولا يعبد الله قط فإنه يقول يعني المستكبر هذا العالم واجب الوجود بنفسه وبعض أجزائه مؤثر في بعض. ما الذي يقول هذا؟ الاتحادية الذي يقول وجود واحد يقول هذا العالم يعني السماوات والأراضين والآدمين كلها هذا العالم واجب الوجود بنفسه يعني أوجد نفسه ليس له موجود. الملاحدة الاتحادية يقولون ما في رب ما في خالق ومخلوق ولا في رب وعبد ما تراه هو الرب وهو المعبود وهو الخالق وهو المخلوق وأنت الخالق وأنت المخلوق وأنت الرب وأنت العبد أعوذ بالله كما قال ابن عربي الرب عبد والعبد رب يا ليت تسعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف. فهم يقولون هذا العالم الذي تشاهده السماوات والأرضين والبحار والأسر والأدمين واجب الوجود نفسه هو الذي أوجد نفسه ليس له موجود أنكر وجود الله. وبعض أجزائه مؤثر في بعض بعض الأجزاء مؤثر في بعض البحر بعضه مؤثر في بعض ويقولون ويقول إنما أنتفع بعبادة الكواكب والأصنام ونحو ذلك. ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قوم فرعون الاتحادية باطنهم هو مذهب فرعون إنكار وجود الله. يقول المؤلف من شيخ الإسلام وكنت أبين أنه مذهبهم مذهب الاتحادية هو مذهب فرعون وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون حتى حدثني الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال نحن على قول فرعون. بعض الاتحادي حدث الشيخ وقال إنهم نحن قالوا إنهم على قول فرعون ولهذا يعظمون فرعون في كتبهم تعظيما كثيرا. وهؤلاء الاتحادية يعظموا فرعون حتى في رسالة عندي اسمها عنوانها إيمان فرعون وقال إن فرعون مؤمن وقال حينما قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب حرف القرآن أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يقول هم يدخلون وهو ما يدخل أدخلوا آل فرعون لكن هو ليس منهم ويقول إنه مؤمن لأنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت في بنو إسرائيل ويحرف وفي شخص آخر يحقق النسخة ويقول هذا كلام يمكن يكون صحيح وأنت انظر في هذا وانظر في هذا وعلى كل حال فالاتحادية موجودون الآن وموجودون الآن الاتحادية اللي يقولون بحث الوجود واللي مذهب مذهب فرعون موجود إذا خرجت من هذه البلاد تجد الصوفية الآن اللي يقولوا أن ربكم يزعمون أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق موجود في مصر وفي الشام وفي الباكستان وفي ليبيا وفي السودان في كثير موجودون كلهم الاتحادية تطبع كتبهم ومؤلفاتهم وتحقق وهناك من يدافع عنهم ويقول هؤلاء هم أهل التحقيق
ومنهم الذي قتله النميري من زمان قبل سنين في السودان ينفض جبته وودع الألوهية ويقول أنا, أنا, أنا الرب والعياذ بالله. فهم موجودون في كل صوفية لكل شيخ طريقة. بعض البلدان تجد فيها 20 طريقة 30 طريقة 50 طريقة 60 طريقة طرق كلها توصل إلى الله. وبعضهم يصل إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. ولهذا الكرم يقول هو 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 يعني إنه هو هو يعني نفسه بدل ما يقول الله. بعضهم يقول الله 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 الله, الله فقط. يقول ذكر العامة لا إله إلا الله, وذكر الخاصة الله الله, وذكر الخاصة الخاصة هو هو الاتحادية يعني يقول واحد الوجود. وهم موجودون منتشرون الآن الصوفية. إذا خرجت من هذه البلاد تجد الصوفية يقول هو 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 وهو كالكلام يعني هو يعني أنفسهم ما في إلا هو يعني أنت الخالق وأنت المخلوق أعوذ بالله. يقول مالك ولهذا يعظمون فرعون في كتبهم تعظيما كثيرا فإنهم لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العالم, ما أثبتوا خالق العالم ولا أثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات, وإنما جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع. نفس الطبيعة هي الصانع. طبيعة الأرض خلقت الأرض, طبيعة السماء خلقت السماء, طبيعة النبات خلقت النبات, هكذا يقولون. ولهذا جوزوا عبادة كل شيء وقالوا من عبد فقد عبد الله. يقولون الذي يعبد الأصنام يقول مصيب, والذي يعبد النار مصيب, والذي يعبد الأشجار مصيب, والذي يعبد كل شيء مصيب لأنه هو الله. والذي يخصص هو المشرك. اللي يقول لا تعبد إلا شيء معين عنده هو المشرك. يقول الكفر بالتخصيص, لكن كل يعبد ما يشاء لأن من عبد شيء فالذي يعبد النار والذي يعبد الأشجار والذي يعبد البقر والذي كله مصيب عند الاتحادية لأن الوجود واحد. والذي ينهى الناس ويقول لا تعبدوا إلا الله هذا هو مشرك نعوذ بالله. ولهذا يقولون ولهذا جوزوا عبادة كل شيء وقالوا من عبد فقد عبد الله. ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله, فما من شيء يعبد إلا وهو الله عندهم. وهذه الكائنات المخلوقات اللي تراها عندهم أجزاء, أجزاء هي أجزاء الله وهي أسماء وصفة له. البحار والأشجار والآدميين كلهم هو الله. ولذلك يقول ابن عربي رسول الله الوجود رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك, والعبد فقط والكثرة واحد. ويقول سر حيث شئت فإن الله فإن الله ثم وقل هو الواسع الله. ولهذا يقول ما ثم من شيء يعبد إلا وهو الله. وهذه الكائنات عندهم أجزاء أو صفات كأجزاء الإنسان أو صفاته. يقول فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقربهم إلى الله زلفى, لكن لأنها عندهم هي الله أو مجلى من مجاليه يعني تجلى. الله يتجلى في صورة عبد, يتصرف في صورة هادي كما يتجلى في صورة الرسول وفي صورة معبود وفي صورة عابد, وهو شيء واحد أو بعضا من أبعاضه مثلا, إما بعضا من أبعاضه أو صفة من صورة أو تعين من تعيناته يتعين في كذا ويتعين في صورة كذا. يقول مالك فهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيرهم من المشركين, لكن فرعون ما يقول لا يقول هي الله ولا تقدمون إلى الله, والمشركون يقولون هي شفعاؤنا وتقدمون إلى الله. وهؤلاء يعني الاتحادية يقولون هي الله كما تقدم, وأولئك يعني المشركون أكثر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله وجحدوا. يعني المشركون أشد كفرا لأنهم اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله وجحدوا, والاتحادية وهؤلاء أوسعوا ضلالا من حيث جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله وأن العابد هو المعبود, وإن كانوا إنما قصدوا عبادة الله. يعني المشركون أشد كفرا من جهة أنهم اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوا, والاتحادية أوسعوا ضلالا حيث أنهم جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله وأن العابد هو المعبود. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يعيدنا من الشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق. نسأل الله أن يثبتنا على دين حق الله إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله عليه وسلم.